السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، وهاي الحلقة الرابعة من سلسلة برامج اندرويد الثاني. اليوم برامج حلوة، برامج قسم مونتاج ومونتاج على الفيديوهات والصور، وباقي برامج حلوة، برامج شوية غريبة كل يوم. فخلينا نروح نشوف التطبيقات. التطبيق الاول تطبيق جي بي اس، او تطبيق اذا انت عندك سيارة تقدر تشوف السرعة مالتها، او مثلا انت صاعد ويا شخص ثاني او صاعد مثلا بباص تقدر تشوف ايش قد يمشي السايق سرعة. فخلنا ندخل على التطبيق ونشوف. تطبيق مجرب وصدقي، يعني مو بس مجرد تطبيق، لا تطبيق يشتغل، بس يشتغل على الجي بي اس، ما راح يحتاج حتى انترنت. شغل الجي بي اس، طبعا احنا ماكو اي سيارة. شغل الجي بي اس زي ما تشوفون، كل ما تمشي السيارة ما اقول لك تقبل او ما تقبل، تنطي منح او مو منح. هنا عندك عدة اشياء تقدر تشوفها انت، مثل ما شايفين هنا قيس السرعة، عندك عدة تعديلات. هنا يفول او يسوي ريفريش على مود تبدي السرعة من البداية. فهذا التطبيق تطبيق حلو سهل، تقدر تجربه اذا انت بسيارة او اي طرق مواصلات. المهم هذا التطبيق مثل ما شايفين. خلينا نشوف التطبيق اللي بعده. التطبيق اللي بعده تطبيق فلاش، او مشغل فلاش بس يشتغل عندك الفلاش بالجهاز العادي مثل ما شايفين. اول ما تدخل عليه راح يشتغل. تطبيق حلو وبسيط، عندك هنا عدة اشياء تقدر تتحكم فيها، تقدر تخليه يرمش ما يرمش، عندك عدة اشياء هنا بالتطبيق مثل ما شايفين. تطبيق سهل وحلو، تقدر تستخدمه اذا كان مكان ظل، ما تقدر تستخدم التطبيق. عندك هذا الزر ايضا تتحرك بيه على مود يكون يرمش او لا. طبعا يهم على اي جهاز اندرويد، اتوقع اي او اس هم. هذا التطبيق. خلينا نشوف التطبيق الثالث. التطبيق اللي بعده مثل ما شايفين، التطبيق الثالث تطبيق تعديل على الفيديو او مونتاج. هيطلع لك هاي الشاشة، تقدر تضغط على هذا الزر بعدين تسمي الشيء راح تسويه او الفيديو. بعدين تقدر تختار اي فيديو مثل هذا الخيار، تقدر تصور فيديو، صور فيديو، فيديو عادي. بعدين ننطي اوك، هنا راح يكون عندك الفيديو، هذا الفيديو تقدر تشوفه منه. هنا عندك عدة اشياء تقدر الشغلة هنا تخلي بالمكان على مود تقدر تشتغل عليه. هنا عندك تيكس ما تيكس، هواي اشياء حلوة تقدر تسويها على الفيديو، بس تنطي زر الزائد هو راح يخلي الشكل عليه مثل ما شايفين هنا ايش خلى. اكيد واضح عندكم، خلى هذا الشكل او التكست. شغل لكم اياه من تشوفون، صور فيديو مثل ما تشوفون، خلى مثل هذا الخط اللي على الفيديو. طبعا بالنص تقدر تخلي كتابة انت، يعني مونتاج حلو على الجوال يعني بهالقدرات. اكيد يعني تطبيق حلو، نزلوا راح تستفادون منه اذا تيجي تسوي لك مونتاج فيديو صغير، او حتى فيديو مونتاج على مثل قناة ما قناة. المهم هذا التطبيق. خلينا نشوف التطبيق الرابع. التطبيق اللي بعده تطبيق مثل ما شايفين، تطبيق تعديل على الصوت، يعني قص صوت ما صوت، يعني هم مونتاج تقدر تسميه مونتاج. هنا تقص اغنية، هنا تقص فيديو. مثلا جرب نقص اغنية، هنا تبحث بالام بي 3، وقع عندي اغنية واحدة بالام بي 3 ناخذ اسمها. خلينا نشوف، نسوي سيرش. طبعا الاغاني هنا مو اغاني صدقية، مثل من اذا سويت برنامج ما برنامج مونتاج راح يحفظ لك مقطع او في شيء. ف
جرب بالفيديو، جرب هاي الأغنية مثلاً، لأن أكيد هو ضبط على الأغنية، بس أنا صراحة ما عدي أي أغنية مثل ما قلت لكم. هنا مثل قص، شوف إذا تريد قص منه مثل ما شايفين. هنا القصيت أقدر أشوفه، طبعاً ما قصيت أي شيء منها، ما قصيت أي شيء من الأغنية. تقدر تقص تريد مثل ما شايفين، رأساً يحفظ لك إياها بملف، تقدر تقص وتعدل وتسوي شيء اللي يجي ببالك بهذا التطبيق. تطبيق حلو وسهل. هنا شايفين، خلي لهنا رأسا هي قصة لك ويخلي لك اياه بملف بواحدة مثل ما شايفين، خليها رأسا. هذا هو مثل ما شايفين 28 ثانية خلاه. تطبيق حلو وسهل، يعني اللي يريد يسوي مونتاج وقص. خلينا نشوف التطبيق الخامس. التطبيق الخامس تطبيق تعديل على الصور مثل ما شايفين، تدخل عليه تنتظر اللودينج مثل ما شايفين، ننتظر لحد ما يكمل. هذا اعلان، تقدر تلغي. هنا عندك الاستوديو، عندك اكيد الكام، نضغط على الكاميرا. انا مود ناخذ الصورة، ناخذ مثلا الكاميرا صورة، ننطيها اوكي. هذا اعلان، بشوي اعلانات. هنا عندك عدة اشياء، هنا مثل تفر الصورة، عندك عدة اشياء تقدر تشوفها انت من هذا التطبيق. تقدرون تدخلون على التطبيق وتسوون الشيء اللي تريدوه، اكيد تعدل على الصور. تقدر مثلا تقص صورة تخليها مثل شخص، تقصها تخليها مثل ورا برج، تخليها مثلا ورا بحيرة. التطبيق همي بهاي الميزة. هاي الخمس تطبيقات في اليوم، اتمنى يكون عجبكم. طبعا دعمونا باللايك وبالشير وبالاشتراك اكيد، وزوروا اكيد طرق التواصل الاجتماعي، عندك فيسبوك، تويتر، اشترك اكيد بالقناة وجوجل بلاس وانستغرام، فزوروهن ان شاء الله راح تستمتعون بالتطبيقات او المواقع. في نهاية الحلقة، اذا مشترك اشترك، انطيناك تقييم الفيديو وسوي شير على مود كل الناس تشوف الفيديوهات. كان معكم سالم، في امان الله.